اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من برنامجكم التاسعه. كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم جميعا. الحلقه النهارده بالتاكيد مختلفه، وبالتاكيد الحلقه حلوه من قبل ما تبدا، لكن ده وعد حقيقي. احنا بنتكلم على حلقه مع واحده من اجمل واروع وانجح النجمات، نجحت في الغنى، نجحت في التمثيل، وبالتاكيد هتؤدي الى نجاح حلقتنا النهارده، سيمون. تاكسي رايحين جايين قدام عينيا ومش فاضيين، تاكسي انت سامعني يا تاكسي ليه تتأخر لي ما بين حبيبي وبيني معاد، انا خايفة من تأخيري علي قربت على كفاية عناد، تاكسي انت سامعني تاكسي لو تطوعني معاد حبيبي تلاتة تمام الساعة عدت بدقيقتين، بتمنى اروح له بسرعة اوام، طب بس قولوا اروح له منين، تاكسي انت سامعني تاكسي لو تطوعني ده عقلي وانا وياه وانا مش لاقياه، ده اكيد مستني بيقول نسياه. جاهزين؟ ايوه سقف يلا ها سقف. ملك بيا ملك بيا ملك بيا
الدفن.